كنت في دوار اللولو، كنت نايم، تفاجأت ان سمعت صوت طلقات فوتعت، شفت الناس كلها تركض، طاح صوبي مسيل دموع وبغيت اغمى علي كذي، طحت شوي في الارض، صب علي واحد بصبيان ماي وتعت. رحت كنت ابي امشي اهرب يا الجماعة، شفت نسوان جمعة قاعدين فلتون عليهم مسيل دموع. قلت لهم انتم مو رجال قاعدين تفلتون على نسوان، طبوا علي كلهم، سيد اغمى علي دايركت، وتعيت لواحد قاعد يسحبني في الشارع، وعلي في كريم بلاستيك مجودني من ورا، بعدين شاني وجودني كذي وفسخ الكبس ماله ويضربني على الوجه، ولين ما اغمى علي وطحت في الارض. وتعيت اللي هو مجودني فوق حاملني واحد طويل، وصلني مكان اللي مجمعين كم واحد اثنين بعد، فلتني في الشارع من فوق الى تحت، كانوا ويانا واحد بعد مكسور ايده قاعدين يسحبون في ايادي. وبعدين يوم بدت المسيرة بعد تبي ترجع اللي يسوي الضابط مالهم، فلتوا شوزن عليهم كله شوزن، قاعد فلتوا مسيلات دموع، وهذيل اللي قاعدين في الأرض هذيل ما فيهم شيء، دوسوا فوقهم قاموا يدوسون كله فوقنا. وبعدين يودوني للسيارات الإسعاف اللي يسوي لي، ما أدري واحد بحريني، وساعات يقول لهم لا تضربونهم واجد، وما يسمعون يضربون رايح، ولا كان في أحد يكلمهم. إذن بعدين إحنا مشينا، يبي شاني واحد يبي يوديني سيارة الإسعاف، اللي يقول لي بابا الشرطة تخوف، قل له ربعك لا يجي يقربون صابون، قلت له احنا ما نخاف الا من الله. قام يبكس ويضرب، ولما قريب بيغمى علي فلتني في الإسعاف وبس. قبل لا اوصل للنسوان اللي شفتهم، كان في واحد محطوط مفلوت في الارض، شفته مفلوخ راسه هني وكله دم يسيل منه. بعدين شفت النسوان على يميني يصارخون نبي نمشي نبي نمشي، هاي بعدين قلت لهم انتم رجاجيل وصارت السالفة وبس. كنت مستلقي على الأرض، قاموا الجماعة من فوق الكوبري يرمون مسيل دموع وبعض القنابل الصوتية وبعض القنابل تطلع الشرار حتى خفنا تحترق الخيام. بعد فترة أنا كنت أقول للجماعة اهدأوا لا تطلعون لا تركضون، بس تحركت شوي اللي جايين مجموعة أكثر من 20 شخص في الوجه كذي، وانخنقت من الغاز، طبيت تحت في الأرض، مجرد طبيت في الأرض جواح ضربني فقدت الوعي. جو مجموعة مسعفين لأن كنت قريب خيمة الإسعاف، أسعفوني حاولوا يشيلوني يجون يضربونهم، وصلوني للشارع يشيل المسعفين يشيلون فيهم يضربون في المسعفين. بعدين ما دريت بروحي كامل يعني، بعدوني بعيد، شفت يعني المسعفين وعوني ولفوا على راسي، وكان وجهي كله دم، ولباسي كان علي جاكيت كله دم، وايادي كلها ما حسيت الا ملطخ جسمي كله بالدم. زين بعدها انتظر، قال لازم تروح الاسعاف لان راسك احتمال عميق الجرح، فخلاني في الاسعاف وانتظر وياي مجموعه ممكن 3 4 اشخاص بعد مصابين، خلونا في الاسعاف وجابوا لنا السلمانيه. هنا السلمانيه اخذوا علي اشعه قالوا عندك بط في عندك كسر في الجمجمه، والدكتور سوى لي خياط تقريبا 6 غرزات خياط خلاني، وقال لي لا تطلع انتظر شوي ممكن يعني بعد شوي خليني اطلع. كان رايح الاعتصام اللي عند الدوار، وطلع من الدوار الظاهر وحصل لي ضربة في الراس، شافوه مرمي في الشارع الساعة 4 الفجر، ضربة في الراس نزيف وعنده كسر في الرجول.
الحين عنده 3 نزيف في الراس ويحتاج إلى عملية. اتصلوا فينا المستشفى. لما جابوا كان يتحكى شوي. كان يتحكى شوي بس من يوم جابوا للحين ما يوتعي. مجرد يعني حالة وعي ولا وعي. قال النزيف الحين 12 بس الحين توه مسوين له أشعة في احتمال انه يحتاج الى عملية في المخ. وش اقول؟ اقول اليهود ما سووا الا سووا مجزرة، سووا آل خليفة سووا مجزرة في هاليوم، قتل جرحى اطفال نساء. وين سووا في واي بلد سوت هاللي سووا اليوم؟ اسعاف ما يقدر يوصل ينقذ الجرحى؟ شنو سوى وزير من اللي بيسوونه بعد؟ هل كرسي بينفعهم في قبرهم؟ زين كانوا جماعة أمس قاعدين في الدوار ولا مسويين شيء. ولا مسويين شيء، اعتصامات سلمية، الناس كلها قاعدة بسلام، وهو الملك طلع وقال حرية الرأي، خلى الناس كلها تآمن وتروح تقعد هناك يجمعهم كلهم عشان يضربهم، طالع أمس بلباسه مال الجيش، يقول يعني استعدوا للي بيجيكم، الساعة 3 الفجر بدأوا يضربون الناس على عرض على عرض من كل جهة. الحين تروح الشارع حطوا الأسوار حطوا الحديد، الجهال ما ندري وينهم، أطفال مرمية هناك، نزلوا الدبابات، الناس ترمت، المسيرات تنضرب برصاص حي، رصاص حي. شنو داشينهم حرب؟ داشين لناس عندهم أسلحة نايمين يضربونهم وهم نايمين بلباس النوم. وين صارت هذه؟ وين صارت؟ يهود يهود هذه لين مجزرة اللي سووها. خلى العالم كله يجي يشوف، يشوف العالم اللي برا. لمتى الواحد بيسكت؟ هذا نهاية الزوال هالنظام، لأن الواحد إذا وصل إلى نهايته يغلط هالأغلاط هذه اللي يسويها، يجي يستعمر هالمكان هذا كامل مرتزقة مرتزقة، يضربون في بعضهم البعض ويقتلون بعضهم البعض. هذه مجرد حتى قراءة وكتابة ما يعرفون يقرون يكتبون، جايبينهم في وسطنا ومقعدينهم علينا في جبودنا، وظايف وأسكان بيوت بارزة لهم، وظايف تشوف شهادات يشترونها من بلادينهم ويجونهم ووظفونهم في الصحة وغير الصحة، وإحنا نشوفهم قاعدين على جبودنا، حتى اسم دواء ما يعرفونه، شلون يخلونهم في مناصب؟ شلون يسلمونهم لبلد حتى لغة عربية ما يعرفونها، قراءة ما يعرفون يقرون، اسمهم ما يعرفونه. هادين عادي يجيبونهم وقتلون الشعب كامل ببرودة. بعد إذا الأبو يقتل ولده، الأم يعني هادين مصايب وبلاوي.